سلام حبيبي، سلام العائلة. اليوم جيت باش انني صورني يا مهند مزيان. حاول انك تزومي على العينين ديالي باش يبان لهم الدموع بزاف، باش هكا نقدر نأثر على المتابعة ديالي اللي تيصدقوني. زومي لي على عينيا. السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير. عرفتي الفيديو ديال اليوم سبيسيال، اعتبروه فضيحه، اعتبروه شوها، كل واحد كيفاش غيعتبره. اليوم غنرد الاعتبار للمتابعين او المتابعات ديال نواره. اليوم في هذا الفيديو غنفضح نواره بواحد الطريقه اللي هي سبيسيال. في هذا الفيديو غنوريكم بلي نواره اللي كان كيصورها هو السي مهند، وبلي نواره راه عايشه مع مهند، وهذا مجرد سيناريو اللي كانت دارته ولا عقلته العام اللي فات. دارت نفس السيناريو باش انها تجمع الحصيصه، ومن بعد هذا السيناريو الهدف ديالها غنقول لكم شنو هو من بعد، شنو هو البلانونغ، شنو هو البلان ديالها، شنو راسمه من بعد انها تحط لكم فيديوهات. ولكن المسلسل ديال نواره ما كتبانش ليه السيناريو مزيان هذه المره، وغنفرشوها في هذا الفيديو. وغنوريكم في هذا الفيديو اربعه ديال الدلائل. الدليل الاول باللي هو فعلا مهند هو اللي كيصورها. والدليل الثاني الطاجين اللي غطيب وقالت لكم فيه جوج ديال الطروفه ديال الدجاج باش بين باللي هي فقيره وهي وبنتها، غيكونوا ثلاثه طروفه ديال الدجاج. وغنوريكم عاوتاني باللي الحوايج اللي كتصبن فيهم الحوايج ديال مهند. ركزوا معايا حتى الاخر، الهدف من هذا الفيديو هو انه اولا الفيديوهات اللي كنقدم هو انكم دائما ماشي اي حاجه تحط لكم الا وتقبلوها. خليكم معايا حتى ديروا لايك وكتبوا لي كومونتار وكتبوا لي الراي ديالكم. ومستحيل شي واحد غيجي ويضحك علينا، واخا حنا المغاربه حنان، ولكن راه ماشي يمكن لخينا الاخت نواره. اليوم هذا الفيديو ديال الفرشه ديال الفضيحه. نبداو بالحاجه اللي هي الاولى واللي هي مهمه ودليل على انه مهند فعلا هو اللي كان كيصورها. ضربوا لي على الدقيقه 8، الناس اللي شافوا الفيديو ففي الدقيقه 8.4 تقريبا غيبان مهند، وكاين من نواره واقفه ولابسه الصفر، لابسه الصفر، ومهند كاين وراها الماكينه وكاينه من وراها المرايه وهو جالس كيصور فيها. صراحه هي حاولت انها تخبي هذيك اللقطه، لان من بعد غتمشي تخرج باش تبين لينا بلي هي محنا وبلي هي معافره مع الدنيا وباغا ما تمشي تجيب الحليب ولا ما تغدي الزبل حاشاكم. المهم فديك اللقطه بالضبط فمهند هو اللي كيصور نواره. كيف يعقل انه مهند مخاصمه معاه ومضاربه معاه وما بقاش عايشه معاه، وباللي هي غتكون غير هي وبنتها ومهند هو اللي كيصورها؟ الا ما كانش فعلا مهند هو اللي كيصورها، دونك نواره كتخون مهند. وغندخلوا في موضوع اخر، ولكن انا متاكده باللي هو مهند هو اللي كيصورها، لاننا حنا ما نقدروش نتهموا نواره انها كتعرف واحد الراجل في الامارات، وهذا غنكونوا حنا كنقذفوا نواره. حاشا نواره انها تكون كتخون مهند. فاللي كاين في المرايه واللي كيبان من اللور وشي التليفون هو مهند، واي وحده كاينه معايا في القناه ولا تفرجت في الفيديو غتعرف باللي فعلا مهند هو اللي كاين وهو اللي كيصور نواره. غندوزو للدليل الثاني. الدليل الثاني ودليل على انه فعلا نواره راه هي عايشه مع مهند. وغندوزو للقطه اللي هي مهمه بزاف. وقبل ما نبداو هذه اللقطه غنشوفوا هذا الفيديو ولا لقطات، غنشوفوا لقطات من هذا الفيديو اللي هو مهند لابس تيشيرت اورانج ومكتوب واقيلا بالكحل، واحد تيشيرت لابس تيشيرت اورانج، وهو داك التيشيرت اللي كان داز بواحد الفيديو بعد ما انه رجعات الامارات وانه تصالح معها. شوفوا ليا هاد التيشيرت مزيان وعقلوا عليه مزيان، لانه نواره من اللي بعد غتجي وغطوي غتكون كتجمع في الحوايج ديال الصابون وغيبان التيشيرت من التحت. ركزوا ليا مع هاد اللقطه مزيان وشوفوا مزيان باللي هي حاولت انها تخبي لتحت، تخبي الحوايج ديال مهند، وفي نفس الوقت كتخبي واحد السروال ديال مهند. فهي عيات ما تخبي، ولكن ما قدراتش، لانه في هذيك اللقطه هما نساو ولا ما تغاضاو وكيصحابو باللي حنا فعلا مكلخين وغندوزو لهم هاد اللقطه هكا وغنمشيو وغنحنوا فيهم وغنعتقدوا باللي فعلا هو ما عايش معها. فلا شفتو هاد التيشيرت
هو بالضبط بالضبط تيشيرت اللي لابس مهند في هذا الفيديو، وتيشيرت اللي لابس بزاف منكم غيقولوا او ممكن يكون عندها قرصون اورانج ولا سوتيان اورانج ولا كسوا الله اعلم، ولكن هاد التيشيرت اللي لابس هو في هاد الفيديو سبيسيال واللي هو خشاته تحت الحوايج وبغات تشمق علينا وتدمصنا، انا غنوريكم دابا هاد التيشيرت اللي هو فعلا نفس التيشيرت ونفس تريكو اللي كان لابس مهند في هذاك الفيديو اللي طلع فيه، واللي كانت هي مخبيه تحت الحوايج داسه، وهو نفس تريكو اللي غنشرو في الشعر في البالكون، هو نفس تريكو. غنزومي عليه وخليكم مزيان مع هاد اللقطه، وحاجه اللي كتدل على انه ما كاينش تريكو، هاد تريكو راه ديال مهند، وفعلا مهند راه هو عايش معاها وكتصبر ليه وكتلاها ليه وكدير، فكيف يعقل واش فعلا هاد تريكو ديال مهند ولا ديال شي واحد اللي هو كتعرفوه نوارا. شفتوا قداش بنادم رخيص وغبي، يعني لهاد الدرجه الانسان كيضرب على الفلوس، وممكن اي واحد غيقول مادام السيده مفارقه مع مهند، الا وكتعرف شي واحد وكيف قلت لكم صعيب اننا نقذفوا المحصنات. فالهدف هو اننا نوريكم باللي فعلا هاد التيشيرت اللي خبات نواره وحاولت انها تخبيه فهو نفس التيشيرت اللي نشرته لينا في البالكون. مهم ندوزو للدليل الثالث. الدليل الثالث هو من الفم ديال نواره اللي فاش بغات تحضر طاجين، فاش بغات تحضر طاجين وقالت لكم البنات شوفوا انا راني عندي غير جوج طروف. ما كدير الدجاج من الفريزو فيها فخايده واحد تقطع على الصدر خليها هنا تطلق. عندي واحد الفخيض وعندي واحد السدير، وكيف كتعرفوا الناس اللي متبعين نواره فهي رمز القهرة والفقر، الفقر هو العنوان ديالها والشعار ديالها هو الفقر، وفعلا حنا المغاربه ديما حنان وكنحنوا في الفقراء فقراء وكنبغيو نتعاونوا معاهم. فهنا في الفيديو ركزوا معايا مزيان، قالت لكم عندي غير واحد جوج طروفه وغنصيبهم انا والبنيته ديالي، ولكن في الاخر من غدير الطاجين كاينه مهند وكينا نوارة وكينا البنية صغيرة ديالهم الله يحفظها ويخليها ليها. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، فهنا شوفوا لي هاد اللقطة في الفيديو في الاول جبدات هادوك جوج الحيمات ولا الدجاجات وقالت لكم راه هو فخض وصدير وغنطيبو انا وبنتي مسكينه وحنا ما عندناش وكينا انا وبنتي في هاد الحياه، ولكن من غتحط طاجين اللي تبارك الله كيشهي غيكونوا ثلاثه طروفه، غيكونوا جوج صدوره وغيكون فخيض. وكنظن ان جوج صدوره واحد غتاخذو نواره واحد غياخذو مهند، وفخيض غتاخذو البنيه الصغيره اللي فعلا ما تقدرش تشد فلا بد تشد في هذيك العصيه. وهادشي اللي تعلمت انايا واللي استنتجتو بلي يعني جوج صدوره وفخيض ماشي هو هذا الموضوع ديالنا. فهنا من هاد الفيديو وريت لكم ثلاثه ديال الادله على انه فعلا نواره راه كذابه كذابه وبغات تبدا فيلم جديد، ولكن لا من غتكذب والى متى ستكذبين، وحنا كاينين هنايا يعني ثلاثه الدلائل انه هو اللي كيصورها وكيبان في المرايا اللي هي وراها حاولت انها تخبيها، ولكن حنايا حتى حاجه تبارك الله ما تتخبى علينا. والحاجه الثانيه التيشيرت اللي حاولت انها تخبيه، ولكن رغم ذلك شديناه في النشار وجبناه من الفيديو اللي كان هو فعلا مصوره مهند. والحاجه الثالثه هما المرصوات ديال الدجاج اللي قالت لك بلي هما راهما جوج مرصوات وصدقوا ثلاثه. نواره هي كذابه، ولكن فهاد المره ما عرفاش تكذب علينا لان هي اللي عطاتنا الدليل اننا نهضروا عليها. المنواره ما عندي معها حتى شي مشكل هكا بيني وبينها، ولا كنتمنى انني غنطلقها. فيديو اليوم هو انه نكشف لكم الهدف ديال نواره من هادشي كامل، هو انه نواره في الفون ديالها في العقل ديالها الباطن قالت اجي نديرو تكحط سالو الفلوس سوري كلا لي الفلوس كلا لي العقل ديالي، هي كتموت على سوري وكتموت على الانبوب سوري وعلى الغاز سوري. ولكن نوار ما تقدرش تخلى على الحب والحنان ديال سوري. شكون هو في نظركم اللي غيقبل على نواره واخا تكون عندها كاع قنات اللي طالعه من غير السوري؟ وشكون اللي غيقبل على السوري من غير نواره اللي كتصوفيه وهي الوحيده يعني العائله ولا الله اعلم؟ ممكن حتى القصه ديال انه
انه مثلا مهند راه هو ما كيخدمش ولا داكشي، ممكن في الخفاء. انا مره كتبات لي السيده باللي فعلا مهند راه كيخدم في الحلاقه. المهم الهدف من هذا الفيديو هو انني نحل لكم الراس ديالكم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والهدف الهدف الحقيقي من وراء انها بغات طول الفيلم والحلقات الجايين الهدف ديال وراء هو انها تجمع الباليزه وتبين لكم عاوتاني انها غضبانه وغاده في المطار وبوحدها، وفي الاخر غيكون غير مهند اللي صايب بها. وهذا الشيء شفناه في القصه ديال العام اللي فات، وكيفاش نوارا ضحكات على المغاربه وجمعات بزاف الفلوس، وكيقول لك فلوس زعطات كياكلهم اللبان، وبحال هاد العيالات انا ما كنعطيهمش فالور وما تنعطيهمش قيمه، لانه فعلا الرجال ديالهم ما تيعطيوهمش قيمه. تحياتي لفيديو اخر. نتمنى تكونوا تاكدتوا باللي مهند ما تفارقش مع نوارا، هو مجرد سيناريو للاسف اللي كان فاشل. نتمنى اننا نشوفوا الحلقات الجايه ديال نوارا وشنو غدير لنا نوارا بعد هذه الفضيحه اللي من بعدهاش فضيحه. تحياتي، كانت معكم حياه. كيف قلت لكم شعارنا حبني نحبك، شكرني نشكرك، احترمني نحترمك، واللي كذب علينا حنا هنا باش نفرشوه. تحياتي والسلام عليكم.